الذي يطعن الصفرة في ولاية النعامة الذي يقوم بعلاج لسعات العقارب والأفاعي بطريقة تقليدية. نتعرف عليه مع مصطفى دحاوي ورد أخشيش. هنا في صحراء ولاية النعامة يقطن البدو الرحل في ظروف صعبة يزيدها صعوبة لسعات العقارب التي تصيبهم من حين لآخر، حيث يلجؤون لطرق علاج تقليدية. ففي بلدية عين الصفراء يتقدم أشخاص إلى هذا البيت لصاحبه محمد الجراري والذي لديه خبرة في علاج لسعات العقارب والأفاعي. احنا ناس عروبية بدوة في الخيام في القواطين بعاد على تسمى، كاين اللي بعيد يجيب ولدهم باللفحه، كاين اللي يلدغ باللفحه، كاين اللي يلدغ بالعقرب، كاين كلها ما يلدغ. بزاف المسافه بعيده من السبيطار، الفضل يرجع ليه دواني لدغتني في دراعي، كاين اللي ضربه لفحه، كاين اللي ضربه عقرب، تقريبا يسال يسلكنا غير هو مسكين انسان مولا خصلات. جربنا شحال من خطره تبارك الله. صعوبة التنقل لبيت الشيخ محمد الجراري جعلته يبتكر طريقة العلاج عبر الهاتف، حيث يتلقى عديد الاتصالات يوميا من قبل المصابين بلسعات العقارب. وين كان بغات عقرب لفعة الفع المهم علمني، غير بالتليفون تواجيت ها هو نسلك هنا نسقيك، بس كيما هذا سقيته، والبعيد هذا غير بالتليفون هاكي داير دوايا روحاني يمشي في النصف الأولى ورد في النصف الزوجة. علاج عم محمد الذي جعله في سبيل الله ودون مقابل لقي استحسان المرضى، خاصة البدو الرحل الذين لا يستطيعون التنقل إلى المستشفى نظرا لطول المسافة.